أهلا وسهلا معاكم آية، والنهاردة إن شاء الله هنعمل 3 كروت باستخدام الديسترس إنكس اللي هي الأحمر اللي أنا بلون فيها دلوقتي، وحاجة اسمها البودرة اللؤلؤية اسمها بيرفكت بيرلز. أول حاجة جبت ورق أبيض وقطعته بالقطاعة على شكل مستقيم. طبعا ممكن تجيبي أي ورق، ممكن تجيبي أي شكل، يعني مربع، مستطيل، اللي تحبيه. طبعا هنستخدم الديسترس انكس. الديسترس انكس ملهاش بديل، لان هي دي طبيعتها، ان هي انك ممكن تعملي خلط للالوان مع بعض، وبلس بتتفاعل مع الميه لو ترشي عليها ميه، يعني ممكن تبقى الوان مائيه. فاخدت دلوقتي حاجه اسمها البلندنج تول، اللي هي الاداه اللي انا بمسكها وبغير القطنه. كل لون بحب يبقى له قطنه معينه عشان يعني الالوان ما تدخلش على بعض. فانا بعمل بلندنج او بعمل زي خلط للالوان، مش بطريقه هذي قوي لان مش هتفرق معايا، لاني لسه هرجع اغطيها ببودر. معلش لو انا كل شويه بقف لان بنتي قاعده جنبي وبتعمل زيي، فكنت معاها يعني بقف بكلمها. طيب دلوقتي البودره اللي انا جبتها دي هي يمكن مش باينه قوي، بس بجد في النهايه بتدي زي لمعه حلوه قوي للكارت. وبعد ما جبت يعني خلاص عملتها بالفرشة، جبت المية، بخاخ مية، وزي شايفين ازاي اللون تفاعل، فالمية بتنزل على الحبر نفسه، اللون بيسحب فبيديني زي مكان بقعة المية. فدي اول طريقة جبت 5 الوان وان انا عملت لهم بلاندينج. تاني حاجة هجيب ستانسل اللي هي زي الاشكال المفرغة دي، تبقى مصنوعة من بلاستيك خفيف قوي، وباخد تيب اللي هو اي واشي تيب او اي لزق، وبثبتها كويس بس عشان ما تتحركش مني وانا بعمل بلاندنج. باخد الوان نفس الشيء اللي هي الدستريس انكس، وباخد اللي هي القطنه. طبعا لو ما عندكيش البلاندنج تول او اللي هي الاداه اللي انا ماسكاها دي، ممكن تجيبي قطنه، بس مش حت يعني ما اعرفش، مش قطنه، سوري، اللي هي الاسفنجه يعني، وهتبداي انك تلوني فيها، بس ممكن ما تبقاش بطريقه يعني بيرفكت. بس زي ما قلت لكم، دايما في عالم الفن او عالم الحاجات الحرفيه او الهاند ميد، ما فيش حاجه تبقى بيرفكت، حلو انك تعمليها وخلاص، بس طبعا نحاول ان احنا نخلي الحاجه شكلها حلو على قد ما نقدر. anyway بعد ما خدت كل الالوان، طبعا حتى في الالوان دي خدت شويه الوان لتساي ذكورية، يعني ممكن ادي الكارت ده مثلا لراجل، مثلا اخوكي، جوزك، اي حد يعني. فخليت الالوان دي، بصراحة انا كنت مترددة في الاحمر، بس مش عارفة اخدت احمر ليه، بس anyway. فاخدت دلوقتي الباودر نفس الشيء بالفرشة اللي هي فرشة التلوين بتاعت الالوان المية، وبحطها في النهاية الحاجات الاكسس الزيادة، بجيب فرشة اكبر وبحاول ان انا انفضها. طبعا شايفين شكلها حلو ازاي، طبعا هتحسوا في فراغ فوق لان انا حطيت التيب، فما خدش بالي ان انا غطيت الورقة، فخلاص بقى جت زي ما هي، لان مش هعرف احط يعني اللون تاني وهيبقى على شكل مربع. تالت طريقه وانا بحب استخدمها قوي، ان انا بجيب الكرافت شيت اللي هي لونها بني، دي كرافت او اللي هي شيت مش بتتفاعل، يعني ممكن سهل تلوينها، سوري، سهل تنظيفها. فانا جبت خدت كل الديسترس انكس وحطيتها زي كده، عملتها بوشب، يعني انا زي ما تكوني عصرتيهم وحطيتي عليهم ميه. شايفين ازاي تفاعلت اصلا مع المية وادتني المنظر ده؟ طبعا ده منظر اللي هو يعني لا يحدد بحاجة، هي بس على زي ما انت الشكل اللي بتحركيها المية بتلزق في الورقة. طبعا هيكون افضل لو انا استخدمت ورق مية، اصلا ده ورق مش ورق مية، فبالتالي كان كل شوية بضطر اني اضيف لون وبضطر اني اضيف مية، بس لو كان ورق مية كان هيبقى افضل، هيعرف يمتص اللون وينتشر. هنا ما كانش منتشر اكتر، يعني شايفين كم مرة قاعدة بضيف الالوان. بس anyway بعد ما خلصت انا يعني الاماكن البيضاء هجيب اللون الاحمر او هو احمر الغامق ده، وهبدا ان انا اغطي الاماكن الفاضيه. دلوقتي التايم ان احنا احدي انترست او احدي شكل حلو قوي للورقه بعد ما لونتها. هستخدم ملفات الطباعه، فانا هستخدم البيك شوت، لازم البيك شوت، وهبدا ان انا احطها في ملفات الطباعه. يعني هنا اول شكل، طبعا هيبقى في صور، هيبقى صور واضحه اكتر. هبقى هستخدم ملف الطباعة، هنا ملف الطباعة لونه أسود، شايفينه تحت، وفي ملف طباعة مثلا اللي هو من ميموري كيبرز، بيدي منظر الفراشة شكلها حلو قوي. وفي آخر حاجة اللي هي تيم، هو طبعا في أحجام وأشكال منها من ملفات الطباعة. وآخر حاجة اللي هو الشكل ده اللي هو عامل زي الجيرز اللي هي التروس، كانت اسمها صح، شايفين ازاي حلوة، حلوة جدا، وبعدين لايقة مع اللون اللي هو درجات الأحمر والبني والذهبي. بعد ما خلصنا الملفات الطباعة هننتقل للسنتنس اللي هي للجملة اللي أنا عايزة أحطها أو للكلمة. فأنا كنت عاوزة ستيكرز أسود بس ما عنديش، فأنا جبت ورق ستيكر أبيض عادي بيلزق من ورا، وجبت لون أسود ماركر أسود، وغطيت
يعني لونت كل الورق باللون الأسود يعني كأنها ورقة سوداء ستيكرز، وبالتالي هي هتبقى عندي ستيكرز. هجيب القطاعات بتاعتي، عندي قطعة فيها كذا، فيها جمل سمايل بليف لاف، دي كلها طبعا تشتريها جاهزة. بعد ما أنا حطيتها يعني استخدمت البيك شوت إن هي تقطع لي الجمل دي، شايفين طالعة ازاي حلوة، ولا كأنها كانت ورقة وحطيت عليها بالقلم الأسود. بس بعد كده بقى هبدأ ألزق كل الأدوات، كل الستيكرز اللي هي الكلمات اللي أنا طبعتها. طبعا ممكن ما تحطهاش براحتك، ممكن تحطي أي حاجة. يعني أنا هوريكم مثلا في الكارت اللي هو عليه فراشة استخدمت حاجة تانية، استخدمت اللي هي ستيكرز على شكل خشب، هي خشب ومن تحت في لزق فكأنها ستيكرز خشب. فأنا جبت اللون البنفسجي اللي هو الحبر البنفسجي عشان ايه، أحاول إن أنا أغطي، يعني أعمل لها ديستريس إن أنا أعتقها باللون البنفسجي نفس درجة الكارت بتاعي. فده أول كارت جاهز. تاني حاجة بقى كلمة thanks اللي هي كلمة شكرا، برضو هلزقها. ممكن تعمليها دبل لاير، ان انت تكتري عدد طبقات الثانكس، تقصي مثلا زي 5 ولا 7 مرات وتكتبيهم فوق بعض عشان تبقى كده تخينه، يبقى شكلها لطيف. واخر حاجه كلمه بليف اللي هو الايمان، يعني او انك تؤمن، زي مثلا تؤمني بنفسك وكده. طبعا شايفين ان انا عملتها مش غلط، ان هي شويه مش على نفس خط مستقيم، فتجيب المسطره افضل حاجه عشان تتاكدي ان هي على نفس الخط. وهي دي كانت حلقتنا للنهارده، اتمنى ان هي تعجبكم، هشوفكم المره الجايه، مع السلامه.